ألف مبروك، نتيجة منطقية بالنسبة لأحداث المباراة. بالنسبة لأحداث المباراة ولا بالنسبة للفترة اللي فاتت؟ لا بالنسبة لأحداث المباراة. لا أنا هجيب من الفترة اللي فاتت شوية، وعايز أتكلم في نقطة مهمة جدا. البطل، البطل دايما في حتة مختلفة عنده عن بقية الناس، بقية الفرق. البطل بيعرف، في فرق بتعرف تاخد بطولات اللي احنا اتكلمنا فيها، البطولات المجمعه، البطولات اللي هي الحاجات النوك اوت وتكمل. والبطل الحقيقي كل انديه العالم اللي عندهم فرق في البطولات، بايرن ميونخ، اليوفي، ريال مدريد وبرشلونه، كل الناس دي بيعرفوا يلعبوا على المدى البعيد، بيعرفوا يلعبوا البطوله الكبيره، بطوله الدوري، بطوله يقدر يلعب فيها نفس الطويل. ده اللي بيفرق النادي الاهلي عن اي حد، وده اللي النهارده بان كمان. بعد يوم 27/11 نهائي افريقيا، دي كانت مرحله فارقه في تاريخ النادي الاهلي، او في الـ او في الـ او في الـ في الوقت ده في الكره، الوقت ده ان النادي الاهلي بقى خلاص، بقى عدى مرحله كبيره جدا عن بقيه المنافسين، بالذات كمان المباراه كانت مع الزمالك. النهارده كمان بقى بيعزز ده في ان انت في اسوء حالاتك، خلينا نتفق ان الاهلي في اسوء حالاته من بعد نهائي افريقيا الخمس ست ماتشات اللي فاتوا. أيوة. ودي حاجه تتحسب للنادي الاهلي مش ضده. أيوة. انك وانت في حالتك دي بترجع النهارده تعمل مباراه كبيره وبتكسب، وبتعمل كمان الرهان اللي مستر موسيماني اتكلمنا فيه قبل المباراه، انك لازم يبقى عندك ريسك انك تعمل ضغط عالي على فرقه نادي الزمالك. يعني انت كمان مش في احسن حالاتك وبتعمل ضغط، وعندك نقص لعيبه كتير، وعندك نقص في اماكن مؤثره، انت بتلعب من غير الباكين اساسيين وباكين مؤثرين جدا عندك في المباراه، بتلعب من غير الأجنحة الأساسية بتاعتك، أجاهي مش موجود كمان، وبتعمل نتيجة كبيرة في الشوط الأول، وبتعمل أداء جيد جدا من أحسن الفترات اللي فاتت كلها. خلينا نتفق برضو أنك بتلعب خصم جيد عنده إمكانيات فردية كويسة جدا، فإنك تقل الشوط التاني ده وارد جدا، ولكن إنك أنت تعمل المباراة دي في الوقت ده كان 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 مهم جدا للنادي الأهلي. وأنا شايف إن المباراة دي فارقة في الموسم، في مباريات جوه الموسم بتعرف تخليك تكمل الموسم بشكل وانت عندك اريحيه شويه. صحيح. مباراه الزمالك في الفاينل، فاينل افريقيا، خليتك تكمل الموسم كفريق كوره وكاداره وكمنظومه وانت عندك اريحيه، اخذت بطوله كبيره من خصم اللي في بلدك، خصم المنافس ليك اللي في بلدك. والنهارده نفس الشيء، اعتقد المباراه دي هتخليك تأدي في افريقيا كويس، هتخليك تأدي في الدوري بشكل جيد جدا. من الماتشات الفارقه، من الماتشات الفارقه ان لو خسرتها كان الناس هتتكلم ان الاهلي خسر، ولكن في حاجات جد كتير كانت هتتبني على المباراه دي. المباراه دي المكسب ده هيبني عليك حاجات كتير جدا. النهارده في المباراه كسبت ناس كتير جدا دخلت في المباراه، كسبت علي لطفي جون كبير، كسبت بيكهام، على يعني كل واحد بقى على قدر الاداء اللي اداه، ولكن انت كسبت ناس كتير، كسبت ناصر ماهر، رجع لك وليد سليمان تاني، رجع لك كهربا تاني، هتبدا تبني بقى من اول وجديد على حاجه تانية، على مرحله تانية. كل 3 ايام مباراه، انت النهارده كسبت لعيبه، لما تيجي تلعب كل 3 ايام مباراه هتلاقيك بقى رحت حته تانية. مزبوط. لو انت المباراه دي لو قدر الله كنت خسرتها، كنت هتدخل الماتشات اللي جايه دي، الماتش الجاي هيبقى عندك ضغط نفسي، الماتش اللي بعده لو قدر الله حصل حاجه هيبقى عندك ضغط تاني. انت دلوقتي نقلت الضغط كله على المنافس، صح، وبقيت انت كسبت المباراه، بقيت انت النقاط متسيد، هتبقى متسيد الدوري قريبا ان شاء الله بعد المؤجلات، وكمان كسبت اللعيبه نفسيا اللعيبه دي هترجع تأدي سيزون كويس. فانا شايف ان المباراه دي مباراه فارقه في السيزون كله، مش مباراه النهارده بس، يعني لما نيجي بقى على التحليل الفني، ولكن في المجمل لا، المباراه فارقه، مباراه هتفرق مع النادي الاهلي طول السيزون. صحيح.